كرمت الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في اجتماعها 40 في مونتريال كرمت مملكة البحرين، وذلك لتحقيقها إنجازا كبيرا في اجتياز التدقيق الذي تم على سلامة وأمن الطيران المدني بمملكة البحرين من قبل فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، حيث تمكنت مملكة البحرين من تحقيق نتائج مبهرة تمثلت في الحصول على نسبة 84%، والذي يتجاوز بكثير المتوسط العالمي المقدر ب 60%. لهذه المناسبة نوه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن هذه النتائج الإيجابية قد جاءت على ضوء عملية التدقيق الدولي التي تمت في عام 2018، معربا عن شكره لجميع المسؤولين العاملين بشؤون الطيران المدني على جهودهم المتميزة التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن المملكة تولي أهمية بالغة لقطاع الطيران المدني، وتولي المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي أهمية بالغة نظرا لما يتم مناقشته من موضوعات تتعلق بتنظيم هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي.